هنبدا بقدير. اول حاجه هنعملها مع بعض البسبوسه بصراحه، لان لازم اعملها وادخلها الفرن اوكي عشان تاخد وقتها كده ونشوفها. ممكن نشوف مقادير البسبوسه مع بعض واحنا شغالين في البسبوسه. في اسئله كتير محضرينها للاستاذه ريهام الشيخ النهارده، ضيفتي مقدمه برنامج ترند. طبعا قول لنا السوشيال ميديا ده شغلك اللي هو السوشيال ميديا، وايه اللي بيحصل في السوشيال ميديا دلوقتي وخاصه اللي يخص الاكل. خلينا نتكلم في الحته بتاعتنا. انا عايزه اقول لحضرتك ان ده مجال كبير جدا، يعني انت عندك مثلا السوشيال ميديا بقت مش بس ان انت ازاي تطبخ، بيعلموا طبعا ان انت ازاي تطبخ وازاي تعمل حاجات حلوه وازاي تعمل اكل دايت وازاي تعمل اكل مش يعني اللي هو احنا بناكله العادي اللي هو السفره الشرقي، كل انواع الاكل المختلفه اللي هي موجوده في بلاد مختلفه يعني بتنور لنا، بتخلينا نزور كل البلاد واحنا قاعدين في مكاننا بالظبط، وبيعلموا بطريقه دايما تكون سهله وكده. حل. وبعدين يجي الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع ان مثلا عندك ناس مختصين في تصوير الاكل فقط. حلو. يعني انت مثلا بتجيب مصور يجي مثلا المطعم بتاعك، ومش ان هو ياكل، ان هو يصور لك الاكل، يعني مثلا يقول لك اللون ده يتحط جنب اللون ده عشان الصوره تطلع شكلها احلى، وده مطلوب طبعا. يعني في التسويق كمان مش ساعات بتبقى مثلا فاتح الانترنت. حلو. وبتلاقي ان انت مثلا ايه ده المطعم ده اكيد شكل الاكل بتاعه حلو، انا عايز اطلب منه. حلو. عن محل تاني لان هو مثلا متصور الاكل بطريقه معينه فمخليك ان انت عايز تاكل من الاكل ده. حلو. وفي حاجات كتيرة يعني أنا طيب نطلع من السوشيال ميديا. السؤال المعتاد دايما بنسأله لكل ضيوفنا، ريهام الشيخ بتحب تاكل ايه من ايد مامتها في اول الشهر الكريم؟ احنا عندنا الايام الاولى طبعا اول يوم ده يعني الواحد بيكسر فيه اي دايت. حلو. لازم ناكل الاكل ده يعني ناخد اجازه من الدايت بالظبط. حلو. لازم يكون على السفره في ملوخيه. حلو. وفي ورق عنب. حلو. وفي جلاش باللحمه المفرومه، ومامتي بتعمله احلى حاجه في العالم. ده بقى اكل ماما، ده مش احلى حاجه، احلى حاجه في الدنيا. أيوة كلها. أيوة صح. حلو. وبتعمل ايه تاني حلو قوي؟ بتعمل حمام. بس في اكله لما بيجي رمضان انا عارفه ان انا هاكلها بكره، عارفه فطار اول اكيد يوم. الجلاش اللي باللحمه المفرومه اللي هي بتعمله ماما مبدعه فيه. حلو قوي. بتحب تاكل من ايديها الجلاش؟ بحب اكل من ايدها كل الاكل، بس يعني ده عندي بالتاكيد برضه لازم ماما لما انت تخش المطبخ. ماما تحب تاكل ايه من ايد الاستاذه ريهام؟ ما اعتقدش ان هي هتحب. الصعب. ما اعتقدش ان هي هتحب خالص يعني. ما فكرتيش مثلا؟ بص هو صعب ان هي تاكل من اكلي، لان انا معظم الاكل وهي اتعلمته معايا. حلو. الاكل اللي هو الدايت. انت مهتمه يعني جدا بالاكل الهيلثي. يعني بحاول على قد ما اقدر، طبعا بيجي وقت في النص ببقى نفسي اكل الاكل التاني. حلو. بس هي كمان اتعلمت معايا شويه الاكل الدايت علشان تقدر تساعدني وكمان تساعد نفسها. ف مش هقول لك ان طول الوقت بيبقى يعني الاكل دايت. يعني طالما اكل دايت يبقى لازم خضار سوتيه بكل مشتقاته. وعلى فكره ساعات المشويات بس ساعات بتساعدني مثلا ان هي ممكن تلاقي نفسي ان انا في حاجه قوي كده نفسي اكلها قوي وهي اكله مش دايت مثلا. حلو. ما بقتش تعملها لي بالطريقه اللي كانت بتعملها قبل كده علشان تقلل فيها شويه الاكل اللي هو اللي بيتخن يعني. حلو. فاتعلمنا مع بعض. وعلى فكره دلوقتي كمان دكاتره الدايت لما بتروح لهم بقوا مش يقولوا لك بس تاكل ايه، يعني بقوا يقولوا لك تاكل ايه وتطبخه ازاي. حلو. يعني ازاي ان احنا نقدر ان احنا نستفيد من الحاجات اللي بناكلها، سواء بنعمل خضار سوتيه، لحوم مشويه، فراخ مشويه. ايه رايك في البسبوسه اللي بعملها دي؟ لا شكلها حلوه قوي. شفت العجينه دي؟ لازم تكون بالسماكه دي. لازم تبقى تخينه. انت بتحب الحلويات؟ انا بعشق حاجه اسمها الحلويات. حلو قوي. يعني بالنسبه لي الحلويات ايه الحلويات الرمضانيه اللي تحبيها اكتر؟ يعني بحب الجلاش. طبعا رمضان يعني القطايف. قطايف بالقشطه، قطايف بالمكسرات، قطايف بكل حاجه. القطايف بكل تفاصيلها. حاجه بس بحب الصغيره. الميني قطايف الصغيره عصافير سموها القطايف العصافير. ايوه بحبها قوي. الجلاش طبعا، البسبوسه. البسبوسه دي بسبوسه، انا بعمل بسبوسه النهارده في تركايه كده. ايه هي؟ عايزك يعني تقوليها لمامي. قولي. معلقه الطحينه اللي بحطها في ارضيه الصينيه. بتعمل ايه بقى؟ يا سلام، انسجام الطحينه مع خليط البسبوسه. الطحينه دي طبعا زيت الايه، السمسم. اوكي. طحينه بزيت السمسم؟ لا، الطحينه دي بتطلع من السمسم. اوكي. فانس المزيج بتاعها بعد ما تستوي وتتكرمل مع صينيه البسبوسه. هتبقى انت عايزه تاكلي البسبوسه من تحت، اللي هي الايه، الحته اللي بتبقى دايما في ارضيه الصينيه. شفت الطحينه دي كده؟ ده الجديد بقى، مش سمنه، دي طحينه. والبسبوسه فيها مكوناتها سمنه بلدي.
تخن كنافة تخن كتير. أي وقت أي حاجة فيها تخن كتير بالنسبة لك عدوة يعني. لا طبعا أنا بحب أكلها ويعني لو أنا كنت مثلا ما بعملش دايت ويعني بحاول أخد بالي على قد ما أقدر من الأكل الصحي حل. كنت عشت عليهم يعني أنا بموت في الحلو. طيب طيب احنا يعني بما انك انت رشيقه وبتهتم بالاكل الصحي وبتحب الاكل الهيلثي ودايما بتتكلمي عنه، ايه نصيحتك لكل الناس اللي عايزين يعملوا اكل هيلثي او يعملوا جيم؟ يعني اول حاجه الناس دايما معتقده ان انت تعمل دايت يعني انت جوع. حلو. ده مش حقيقي. يعني يمكن انا لما بعمل دايت باكل اكتر وجبات اكتر من الايام العاديه. حلو. بس انت بتاخد في النص مثلا حاجه زي فاكهه. حلو. بتفطر الصبح اكل فيه بيض وفيه فول على فكره، او بيض يعني بيض او فول. حلو. ومعاه مثلا عيش بني، ومعاه سلطه، خياره، طماطمايه متقطعه، بعدين بعد كده مثلا تيجي في النص تاخد سناك مثلا اي فاكهه، بعدين بعد كده بتتغدى، مثلا الرز. على فكره انا اكتشفت الرز ده مثلا الرز على فكره مش مضر ابدا خالص. بس استخدمه صح، بس احنا اللي بنأذيه. انا بعمله بويلد وعلى فكره طعمه بيطلع حلو قوي. يعني احنا لما نحط على الرز المعمر مثلا سمنه بلدي وقشطه كده احنا بهدلناه، يعني ما بقاش دايت خالص. بس بعدين تاخد سناك تاني، تاخد فاكهه تاني، تاخد واحده زبادي لايت تاني. يعني انت بتاكل على مدار اليوم، تتعشى برضو، هتتعشى على فكره كلنا هناكل ثلاث وجبات ويمكن زياده. بس اهم حاجه ان احنا ننظم الاكل بتاعنا. بالظبط، تنظم وتشرب ميه كتير. الميه دي يعني حلم. هي بتحسن من كل حاجه، بتحسن من جلدك، بتحسن من الضغط. انت عارف حضرتك ان لما مثلا انت ضغطك يكون عالي او واطي وتشرب الميه المطلوبه من جسمك تظبط لك ضغطك. تظبط الضغط. يعني هما دايما يقولوا انت محتاج تشرب 3 لتر، يعني 6 ازاي صغيرين. حلو. وده طبعا بيكون شويه صعب. انت بتشربي قد ايه تقريبا؟ مش بقدر اشرب ده كله، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا مثلا اشرب 4 ازاي صغيرين، يعني حلو. مثلا قول 2 لتر. حلو. في اليوم؟ في اليوم. طبعا في ايام تانية باجي على نفسي شويه بعايز اشرب زياده. بس لما بفشل بيبقى تقريبا 4 ازاي صغيرين في اليوم. حلو. انت بقى يا شاف بتشرب ميه كتير؟ انا والله موضوع الميه ده كويس بالنسبه لي برضو، بس يعني ايه مش مهتم بيه جدا يعني. يعني برضو زي اي حد في على السفر لازم اشرب ميه، اشرب عصير فريش بهتم بيه. شفت صينيه البسبوسه الجميله؟ شكلها حلو قوي. خلصت اهي زي الفل. تقدري انا بص في رمضان للامانه للمهرجان اللي حاصل دلوقتي للكنافه والبسبوسه احبها ساده. دي صينيه بسبوسه ساده. اوكي. البسبوسه تطلع من النار تشرب شربات سخن بسمنه بلدي تبقى رهيبه. أكيد. دايما البسبوسه غير الكنافه، تطلع من الفرن هي سخنه لازم تاخد الشربات سخن. بس انت عارف يا شاف ان انا اول مره اعرف ان هي بتتقطع قبل ما بتدخل الفرن، يعني دايما بفتكر انها بتتقطع بعد، بتبقى على بعضها صحيحه؟ لا هي قصه ان احنا نقطعها التقطيعه دي بنحددها لما نيجي بعد ما بتستوي بقى لازم كمان تقدميها بنفس الطريقه دي. يبقى شكلها حلو احلى واسهل. وبتبقى كمان واخده شكل حلو. عشان لما نسقيها الشربات هتاخد تفاصيل كتيره يعني. نقدر نحط لوز، نحط بندق، نحط فستق اللي احنا حابينه يعني. أوكي. هندخلها الفرن اهي زي الفل. تمام. خلصنا من البسبوسه. وداعا للبسبوسه. باي باي بسبوسه. بس باي بسبوسه. بس يعني شفت البسبوسه دي؟ شفت البسبوسه دي؟ شكلها حلو قوي. تاخد الشربات. تاخد الشربات. تاخد الشربات. حلوه حلوه. شوش. لا ده الريحه كمان. يعني انتوا لو قاعدين معايا في الاستوديو الريحه خلاص. هي بتلف. انا مش ماسكها، هي اللي بتلف. لا هي حلوه قوي 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 وريحتها تجنن. انا احبها ساده. ريحتها تحفه. ايوه فيها طعم الفانيليا. هي بجد شكلها مش محتاج حاجه تاني. زي الفانا وشيف. واديها شربات زي ما انت عايزه وسمنه بلدي. بس ده مش كتير كده؟ بس ما هي تشربه. انا نفسي يا شيف تعمل لي مره بسبوسه دايت. اتعملتها انا بسبوسه ده بجد؟ ده انا بهزر. ده بجد ممكن؟ اقول لك اتعمل ازاي. ازاي البسبوسه الدايت؟ انا على فكره عندنا في البرنامج بتاعنا يوم الاحد من كل اسبوع اكل صحي. اوكي. تقدري تاكلي ام علي ريجيم، تاكلي البسبوسه دايت، تاكلي الكنافه دايت. الكنافه ايه هي؟ دقيق وميه العجينه. اوكي. وسمنه بلدي. بلاها السمنه البلدي. نحط ايه بدلها؟ سمن نباتي. اوكي. قليل او زيت ذره عادي، بس زيت ذره يا استاذه مش هيبقى لطيف، ما تغشيش غلط. المهم البسبوسه عايزه تعمليها، عايزه تعمليها دايت، تستخدمي الزبادي الهيلثي من اي سوبر ماركت. طب بس هتعمل ايه في الشربات؟ ما الشربات تجيبي سكر فواكه يا فندم.
ينفع. وبلاش تحط شربات سكر فواكه. الله. تحط شويه عسل. والعسل كده مفيد. طب يعني في مخارج كتيره وبدايل كتيره في انك تستخدميها للاكل الصحي. خلينا نقول ان هي هتبقى صحي اكتر شويه من الطبيعي. ايوه ما انا دايما برافو عليك. انت كده جميله ومتالقه. الاكل الصحي مش لازم يكون صحي 100%. انا يكون عندي يوم في الاسبوع بنسبه 80 60 90% الاكل هيلث بتاعي. صح. واستمر على كده. هو ده. لا ده اهم حاجه. الام علي بقى. ام علي تعملها ازاي هيلث؟ الالموند ميلك اللي هو صح ولا لا؟ نجيب ايوه مظبوط. نجيب الحليب اللي هو قليل الدسمه. بلاها المكسرات نستكفي بالجوز الهند والزبيب بس. الزبيب ما فيش مشكله منه، منتج جيد جدا للسكريات. بلاها الفول السوداني في المكسرات، يبقى عندنا جوز الهند وزبيب بس كفايه. ونيجي بقى للعيش او اللي جه للخبز بتاع ام علي. ام علي في الاصل ايه؟ من زمان من قديم الزمان اللي هو العيش واللبن. اوكي. احنا نجيب التوست بتاعنا الملبه توست يتحمر في فرن كويس، ونحط عليه الحليب القليل الدسمه وشويه الجوز الهند وشويه الزبيب. بقت ام علي رجيم عادي. اوكي. زي الفل. هسميها نص رجيم. ونعمل فتة رجيم. نص رجيم. نص رجيم. نص رجيم.